هيا لننطلق في رحلة برفقة توماس وأصدقائه. هيا توماس، حان وقت التحرك. نسافر بين القارات. هيا بنا إلى مغامرة جديدة. نجتاز المخاطر. ستخرجين من السكة، لذا احترسي. نعبر الصحاري. نتجول في الغابات لنقضي أجمل الأوقات ونتعلم أشياء مفيدة. فقدان أعصابنا بلا داع سيضرنا، بل وسيضر الآخرين أيضا. توماس والأصدقاء، في كل محطة قصة جميلة وعبرة مفيدة. توماس والأصدقاء، حلقات جديدة في الأوقات التالية على بون بون.